بتضحك على ايه؟ نكت حلوة قوي. لنك احكيها لك. لا ليه يا اسماعيل؟ عشان انا عندي نكتة بايخة عايز احكيها لك قبلك. قول يا اسماعيل. كان في اتنين بيعاكسوا مراتك في المية وهي ساكتة لهم. صحيح. طب مستني يا اسماعيل ما تروح تهدبه. ما خلاص الست وصلت. انا قلت مش لازم تنزل البحر لوحدها ابدا. كلمها انت يا اسماعيل وحقيها. في حاجة؟ مين الاتنين اللي كانوا بيكلموك انت عند البراميل؟ دول ما كانوش بيكلموني. لا يا شيخ. دول كانوا بيعكسوني. حاجة حلوة قوي. بالعكس دي حاجة بايخة قوي. لأنهم ضايقوني موت. ولما ضايقوك يموت ليه ما وقفتهمش عند حدهم؟ هعمل لهم ايه يعني؟ مش قادر تطشي واحد منهم ألم؟ أضربه يعني؟ حرام يا اسماعيل. حرام ايه وحلال ايه؟ افهمي بقى. بيتهيألي معاها حق يا اسماعيل. مش معقول تضربه. اسكت انت. كانوا بيقولوا لك ايه؟ الطويل الأسمر كان بيقول لي في فيلم حلو في سينما مترو. وقلت له ايه؟ رديت عليه ما سكتلوش. كسفته. قلت له شفت الفيلم. بقى انت بني ادم عنده عقل عنده شخصيه. ايوه يا فندم. انت ما عندكيش شخصيه ابدا. يعني انت اللي عندك يا سي عمر؟ كنت هتعمل ايه لو كنت معايا اكتر من كده؟ طبعا هعرف اتصرف. عندك اسماعيل ويعرف ازاي يربيه. خلاص دي اخر مره تنزلي فيها البحر لوحدك. ايوه يا مع اسماعيل يا بلاش. هو اسماعيل فضيلي. اسماعيل ما يفرقلناش دقيقه واحده يا وفيه. خلاص يا عمر هي مش هتنزل من غيري. ايه رايكم نتغدى هنا النهارده؟ اه ما عنديش مانع. طيب ما تروح حضرتك زي الشاطر وتاخد العربيه وتوصل لحد ابو قير تجيب لنا سمك وجمبري وتيجي. لا. ليه لا يا وفي؟ نبعت نجيب غدا من هنا من البوفيه. يا شيخه بقى عجباكي المكرونه المعجنه بتاعت البوفيه ولا اللحمه اللي في البراطيش؟ انا هنزل ابو قير بسبت السكه وارجع لكم تاني. طب استنى هلبس هدومي واجي معاك. وهتسيبوني لوحدي؟ تعالى معانا. ما اقدرش انا مستني حازم يفوت عليا هنا. يلا عمر بلاش تضيع وقت. انا هوصل البوفيه ساقع البير عقبال ما تلبسي. يلا يلا. دلوقتي اخترع حجج والف حكايات طويله عريضه عشان اقدر اختلي بيكي. لا يا اسماعيل ما تبقاش مجنون. انا مجنون بيكي يا وفيه. انت وحشاني وحشاني موت. لا يا اسماعيل انا صحيح ضعيفه وما عنديش شخصيه لكن هقاومك. لازم اقاومك. مش هتقدر. احلى ارخ. الاسطوانه دي بقت قديمه سمعتها كتير. طب يا عبد المعروف مش هنا يا اسماعيل. مش هنا. ما تخافيش دي فرصة يا وفية ما تتعوضش. انت وحشاني وحشاني موت. احرم عليك احرم عليك ربنا يحرقني بالنار. انسي بقى كلام ماما ودادا انت مش صغيرة. ربنا بيحاسب الكبار قبل الصغير اذا غلطه. تبقى تصلي 40 ركعة زي كل مرة هو يسامحك. مهما صليت خلاص ربنا مش عايز يسامحني. هيحاسبني ويعذبني. هيحاسبني ويعذبني. انت ما كيس هم لا بعدين في حكايه العياط دي بقى هو كل مره لازم افهمك ان الدموع مش هتصلح اللي حصل. مش هتطهرك ولا تنظفك. ما بقت قديمه الحكايه دي يا روحي. انا فعلا مهما عيطت مش هقدر اكفر عن ذنبي. بطلي بقى تمثيل دور العفيفه الشريفه. ما خلاص يا روحي انت اتعودت عليا وما بقيتيش تستغني عني ابدا. انت دلوقتي محتاجالي اكتر ما انا محتاجك. بطلي بقى تضحكي على نفسك وعليا. ابدا انا مش كده يا اسماعيل. مش كده. انا لازم اوقفك عند حدك. لازم اخلص نفسي منك. مش هتقدري يا وفية لانك بتحبيني. بتحبيني قوي. انا بكرهك وبكره نفسي وبكره عمر عشان ما
مصدقه بيثق فيك، بيسمع كلامك ويتخلى عني، يسيبني لوحدي معاك وانا ما بقدرش اجاوبك، وبصيري في يوم اقتلك، وقت الخبر، وقت القتل. المرة الجاية يا روحي، قومي بقى نشفي دموعك، دموع السعادة والنشوة يا ممثلة بالقوي، عقبال ما اروح اسقع البيرة المرة دي بجد. تاخدي كوباية بيرة؟ الدنيا حر والبيرة ساعة تهدي. عمر وصل. تأخرت عليكم؟ لا أبدا، ده أنت جيت في وقتك. أما جبت لكم شوية مياس على شوية بربون يجننوا. لا وجبت لك بطارخ من اللي قلبك يحبها. قول لك نظر يا عمر. يلا يا بابي، انا ما اقدرش اشوف الاكل قدامي وحوش نفسي. الحقي نفسك. انا مش جعانه. ازاي بقى؟ احس اني تعبانه وعايزه اروح. فعلا باين عليك الاجهاد. لازم خدت لطش الشمس من الحمام ساعتين في البحر. لا امال تعبانه ليه وفيه؟ اتكلمي. هتتكلم تقول ايه بس؟ هتقوح في حاجه باينه زي الشمس؟ هو ده اللي حصل زي ما قلت يا اسماعيل. خدي الساندوتش عشان خاطري. مش عايزه. فافي اوعي تكسب اسماعيل. عيب. السبب هو الفسفور وانت محتاجه الفسفور. يلا مال يلا يلا. مش عايزه مش عايزه. فافي وفيه. سيبها، هي هتروح فين دلوقتي؟ تتمشى وتروح لوحدها؟ اصل الحمام في الشمس دايما بيهيج الاعصاب. بطلي تضحكي على نفسك وعليا. بطلي بقى تمثيل دور العفيفه الشريفه. بطلي بقى تمثيل دور العفيفة الشريفة. 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 مش كده، أنا مش كده أبدا، مش كده أبدا. وفيه
انت عارفه كابنتي فين؟ لا اهي عرفتها خلاص. لما ارجع هبقى اتصل بيك. حاضر. شوف صورنا معاه، الصور نفسها بتتكلم، هتفهمك وتقنعك باللي بقوله. تقدر تقولي انا متجوزه مين فيكم؟ ولزقته لينا ليل ونهار في مصر معانا، ولما صاير في اسكندريه معانا، رجله على رجلنا، بياكل ويشرب ويتفسح معانا، ناقص كمان ينام معانا. ده مش معقول يا عمر، مش معقول. اللي مش معقول اني استغنى عن اسماعيل يا فاطمه، استغنى عن اخويا وحبيبي اللي معاشين العمر ده كله، ابو السباع اللي كان بيحميني من الطلبه الكبار وانا صغير، اللي كان بيتخانق معاهم علشاني، اللي علمني كل حاجه في الدنيا. الله ما تستغناش عنه، لكن ابعدوا عني، ابعدوا عني. ليه بس يا بابي؟ ده بيعزك قوي قوي والله. لكن انا بكرهه، بكرهه قوي قوي والله. بس اهدي واسمعيني، خدي بقى، خدي خدي خدي، ده سمعه صاحب فضل عليك انت كمان، ده فهمني عنك حاجات خطيره قوي. حللك نفسيا وبيعالجك من غير ما تحسي. هو قال لك كده؟ ايوه. انت ناسي ازاي كان باباكي ومامتك بيضربوكي وخوفوكي؟ عشان يربوني كويس. كانت النتيجه انهم شلوا تفكيرك، خلوكي تخافي تتصرفي بنفسك وتعملي اي حاجه، حتى لو كانت صح احسن تغلطي. وحتى لو مره غلطتي غلطه صغيره قد كده اهو، كنت من خوفك يتهيألك انها جريمه كبيره قد كده اهو، وتقعدي تصلي عشان خايفه من ربنا مش عشان بتحبيه. مظبوط ولا لا؟ اوعي تتكري، اوعي اوعي اوعي. مظبوط. وحاجه تانية كمان، انت من صغرك زي ما قلتي قدام كان ممكن تقعدي مع واحده صاحبتك اللي مامتك موجوده معاكم، كان ممكن تلاقي لون فستان حتى تشتري اي حاجه عايزاها بنفسك، ولا مامتك هي اللي كانت تجيب لك كل حاجه؟ حتى السينما كان لازم باباك يروح يتفرج على الفيلم قبله وبعدين يخليكي تشوفيه، مش كده؟ ماما وبابا كان قلبهم عليا. ايوه، لكن طريقتهم دي خليتك ما عندكيش شخصيه، ما تقدريش تعتمدي على نفسك في حاجه ابدا. ده انا لما اتجوزتك ما كنتش تعرفي تفصلي بأي احد. انا دايما كده بتكسف بتكسف. ما بتقدريش تقولي لا ابدا. ما انت زيي يا عمر، بتتكسف وملكش شخصيه ابدا. عشان كده انا وانت محتاجين اسماعيل، هو اللي علمنا وبيعمل لنا كل حاجه في الدنيا. هو مين اللي اجر لنا الشقه دي في اسكندريه والكبيره؟ مين اللي علمنا نلبس ونقعد مع الناس؟ واكتر من ده كله، انت عمرك شفتيني قبل ما اقدم لك الشبكه؟ ابدا. تعرفي مين اللي اختارك زوجه ليا؟ مين اللي جوزني ليكي؟ هو اسماعيل سمع ابو السباعي وفيه. كتر خيره. اديك قلتيها، احنا نقدر نعيش من غيره؟ احمدي ربنا اللي لنا صديق وافي مخلص زيه. انت غلطان غلطان، اسماعيل مش مخلص، مش وافي زي ما انت فاكر. اسماعيل مالي يا وفي؟ اتكلم. ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اتكلم. طبعا ما تقدريش. هتقولي ايه على سمعه؟ حتى كل الاسماعيل ده لو طلب حياتنا لازم نديها له، واكتر من حياتنا كمان. اهو كده، برافو عليك. يلا بقى يا فافي البسي، اسماعيل زمانه جاي، عازمنا النهارده على السبا. وعشان ترضي ابو السباع وترضي ضميرك البسي الفستان الازرق اللي بيحبه. يلا يا فافي، يلا يلا يلا.
يجب أن تطرده من بيتك حالا إذا أردت أن تحمي زوجتك وتحمي شرفك. صديق. نكتة لذيذة أوي لانج وعاوز تحكيها لي. فايق ورايا وأنا بحرق في نفسي عشانك. تقدر تقولي وفية فين لحد دلوقتي؟ ما تزعلش نفسك يا سومة. هي جت. تأخرتي قوي يا فاطمة. وبنت خالي جت البلاج من الصبح. كنت قاعدة مع خالي ومرات خالي. شفت يا سومة؟ ما كانش في داعي تغير دمك. اشرب ايدك قبل ما تبرد. يلا 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 يلا. عشان عايزه اتغدى. لسه بدري على الغدا يا وفيه. خش البسي المايوه عشان احنزل معاك البحر النهارده. ايوه عشان ما حدش يستجري عكسك. لا النهارده عايزين نتغدى بدري عشان نروح السينما من 3 ل 6. في فيلم حلو قوي في سينما امير. مش معقول يفوتنا. يلا بينا احسن انا جعانه قوي. يلا يلا يا سبعه يلا. الدكتور بيمر لقى المجنون حاطط وده على الحيط. قال له بتعمل ايه؟ قال له تعالى اسمع انت. الدكتور حط وده على الحيط. قال له ما لسه سامع حاجه. المجنون قال له ما هو ده اللي مجنني. هتدني اجازه كبيره ساعه يا فاضي. عمر انا بيتهيألي ان في جواب في صندوق البوسطه. وهي هات انت كبيره هاتي اصل الجواب ده يمكن يكون من بابا عشان خالي قال لي ان ماما تعبانه شويه. انزل من النبي هاته يا عمر اصل انا مخطوطه قوي على ماما. ادي المفتاح وانا انزل اجيبه. ودي تيجي يا سمعه يبقى اخوك الصغير موجود وانت تتعب نفسك دقيقه واحده. Thank you.
فاضي. فين الجواب؟ قطعته ورميته. ازاي يا عمر؟ عايز انا اعمل ايه في اعلان اوكازيون؟ بصحتك يا ابو سباع. بصحتك. فين الاكل يا فاضي؟ يلا بسرعه، يلا 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 يلا. عزيزي عمر، إن زوجتك تخونك مع صديقك إسماعيل، وإذا أردت أن تتأكد من خيانتهما بنفسك تظهر بأنك ستتركهما وحدهما لمدة نصف ساعة، ثم عد بعد 5 دقائق وسترى الفضيحة بعينيك. ازيك يا جماعة؟ بيسلموا عليك. مالكيش نكتة جديدة النهاردة؟ أيوة. خد يا عمر، البواب بيقول في واحد فات وسايب لك الجواب ده. هو إسماعيل فين؟ راح يجيب جاتوه من عند دليس، زباله جاي. الجواب كان من مين؟ ده اعلان اوكازيون. طب هو فين؟ انا عايزه اراه. قطعته ورميته. قطعته ورميته؟ انت ايه؟ انا ايه؟ ايه في حاجه؟ ده سمعه. سمعة المربع علشانك وبكريم علشانه. فين الحق بنت الاوام؟ انا لازم اتكلم مع مصر بالتليفون وراجع بعد نص ساعة. يا ريتك تكلم بابا كمان تسأله عن صحة ماما. مش هتأخر عليكم. هنلعب كونكاي لحد ما ترجع. اوعى تشوفني بقى سمعة. اوعى 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 يا عمر عشان ترجع اوام. هوا عمر وليه. انا رحت اغير هدومي عشان هنصرف في نادي الصيد في السلسله. وبطل العياط ده بقى. Sir!
مالكش دعوة بيا. ابعد عني، ابعد عني. سمعة بلها صافي يا سمعة. صافي صافي. اوعى تقرب مني، سامع؟ ليه؟ وحصل ايه بس؟ فهميني. مش هتفهم وعمرك ما هتفهم. صافي. لو قربت خطوة واحدة هرمي نفسي من هنا، هموت نفسي. طيب قولي لي رايحة فين بقى؟ رايحة عند ماما. مسافرة مصر. صافي صافي صافي. الدكتور قال لك كده؟ ايوه. اظن بعد اللي قاله الدكتور لازم ترجعي اسكندريه لجوزك حالا دلوقتي. وانا متاكده ان عمر هيسامحك على الشوشره اللي عملتيها دي من غير لزوم بعد ما يعرف انك حامل. اذا كنت بتحبيني يا بابا، اذا كان لي اي مهزه عندكم لازم اخلص من الحفل ده. انت مجنونه؟ لازم يا بابا، لازم اخلص من الحفل ومن عمر كمان، لازم يا بابا لازم. لو جبت السيرة دي مرة تانية ما تبقيش بنتي ولا اعرفك، هتبرى منك، هطردك من بيتي. اطردني؟ موتني؟ لكن ده اللي لازم يحصل. انت ما تعرفش يا بابا، ما تعرفش. انا اللي اعرفه انك لازم تطيع جوزك وتحترميه، تسمعي كلام ابوك وامك. يا بنتي ده رضا الام والاب من رضا الرب. انا عمري ما عطيت لكم امر، عمري ما فتحت بوقي وقلت لا في اي حاجة كنتوا عايزينها مني، حتى لو كنت بكره. عمري ما رفعت عيني في اي حد فيكم. لكن انا لازم اسيب عمر، لازم اخلص من الحمل ده. علشان ايه؟ علشان الكلام الفارغ اللي بتقوليه؟ بتكرهيه ومش طايقاه؟ ده سبب للطلاق؟ للجريمه اللي عايزه تلتك بيها؟ ده كلام طول. بنتي ناس متربيه، تعرف ربنا وتخاف منه؟ انت ما تعرفوش، ما تعرفوش حاجه. ايه اللي ما نعرفوش؟ انطقي قولي. ما اقدرش اتكلم. مادام مش عايزين تساعدوني هروح. انا خلاص ما بقاليش غيرك انت بس اللي تقدري تساعديني يا عفاف. قولي لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اموت نفسي، انتحر. لا يا وفيه ما تقوليش كده، انت مالكيش ذنب، انت مش غلطانه. ازاي يا عفاف؟ أنا كنت دايما بقاوم إسماعيل، لكن بستسلم له في الآخر، ولما بفوق لنفسي بكرهها وأتمنى، لكن بعد إيه؟ بعد إيه؟ ده لأنك ضعيفة، مالكيش شخصية، وأهلك هما اللي خلوكي كده. لو كل أب وأم قدروا إن تربية أولادهم وبناتهم مسؤولية خطيرة محتاجة لعناية ودراسة مش ارتجال، ما كانتش المقاسي دي تحصل. وأبقى حامل ومش عارفه من مين فيهم، من مين فيهم. الياس والدموع مش هيحلوا المشكله. احنا لازم نفكر كويس قوي نعمل. وانا هساعدك يا وفي، هساعدك للاخر. انا قلت ان مفيش غيرك يقدر يقنعها. انا عارفه تاثيرك على وفي العمر جوزها، وقد ايه هما بيعزوك وانت بتعزهم. وان شاء الله على ما اوصل محطه الرمل واجي تكون قدرت تفهمها ان في مصلحتها ترجع لجوزها ولبيتها. اورفوار. يا
خلاك عملتي كده؟ يعني ما انتش عارف. عارف ايه؟ انا خلاص ما بقتش قادرة يا عمر يلمسني، وانت السبب، انت السبب. انا بحبك انت، انت يا اسماعيل. وليه هربتي؟ ليه عايزة تطلعي؟ واحنا كنا دايما سوا. اذا كنت بتحبيني صحيح لازم تستحملي عمر، لازم يوفي. على قد ما بكره وبحبك ما تقدرش تعرف قد ايه انا بتعذب لما ما بشوفكش. قد ايه انت وحشني. اول مره تقوليها. خلاص مش هقدر انكر هذا. انت كمان وحشاني، وحشاني موت. شفت بعينك يا عمر؟ هدأت دلوقتي؟ عرفت قد ايه صنع مخلص وفي؟ ادي صديق العمر اللي بتحبه، اللي مستأمنه على شرفك ومراتك وبيتك. عرفت ايه هو؟ عرفت ازاي كان بيعتدي عليا وانت اعمى مش شايف؟ عرفت اني حامي ومش عارفه من مين فيكو؟ مستني ايه؟ انت هتحاسب صاحبك على خيانته ولا جانته؟ انت هتتقتل لشرفك؟ انت هتقتل وتقتل؟ امتى؟ امتى؟ وفي انا فهماكي مالكيش ذنب.
محمد. يا شيخة، هو الواحد لحق يهضم الفطار؟ هو هوا البحر بيخلي حاجة. خد خد دول علشان خاطري. هاتي حاجة تجنن الواحد، عايش عشان ياكل وبس، وياريت بياكل حاجة صبحة إلا كله بايت كحك ومنين ومنين وكحك، حاجة تلكم وتسد النفس. والنبي ده كحك يرد الروح. خد يا ميم، خد يا سمير، تاخدي كحك يا فتحية. طب يا ست كتر خيرك. ما تاكلي يا بنت. معلش يا سيدي، هاكلها كمان شوية، أصل ما عنديش نفس. مالكيش نفس للكحك؟ أمال لك نفس لإيه؟ للفجر؟ للطين؟ للوحل؟ قومي يا فتحية، خدي ميمي وانزلي بالبحر. حاضر. أقوم أنا كمان أتمشى يا ماما. تتمشي تروحي فين؟ استني هنا. ما تروحيش بعيد، خليكي قدام عينينا. حاضر. أوعي تسيبي الواد من إيدي. حاضر. البنت دي ما بقتش تنفع خالص. بقت مرقعة ولعابية ومش ناوية تجيبها البر. والنبي أبدا، دي بنت زي اللهلوبة. أنت اللي قلبك طيب، أنا متأكد إنها حرامية كمان، بتسرق الأكل. ما بقالهاش شهر عندنا، جاية معصاصة. شوفي دلوقتي بقت إزاي، متختخة كده ومربربة، تلاقيها بتاكل أكل العيال. ده حقها كله اللي أمانتها. ده أنا بسيب لها الدواليب كلها مفتحة، عمر إيدها ما تمدت على حاجة. والنبي دي بنت لقطة. أنا مش مستريح لها، وبكرة تشوفي. الله، هي راحت فين؟ اقعد هنا يا سميمي وما تتحركش، اوعى تروح بعيد، اقعد العب هنا. صباح الخير يا فتحية. صباح النور يا سحسنين. يعني ما شفناكيش امبارح يا فتحية. والنبي ما قدرتش يا سحسنين، اصل الافندي بتاعنا لما بيقعد في البيت بيكتم نفس كل اللي فيه. ده باين عليه افندي كشر ومعقد قوي. يعني ما لقيتيش الا الناس دول اللي بتشتغل عندهم؟ هما بيدوكي كام؟ 250 قرش. ها؟ 250 قرش؟ حد اليومين دول بيشتغل بقروش؟ تعالي وانا اوديك عند ناس يدوك 4 جنيه، وكل سنة يزودوك جنيه. زي ما انت عايز يا سحسنين. انما والنبي الست بتاعتنا طيبة قوي. المهم، هنشوفوك النهاردة بعد الظهر ولا ايه؟ ان شاء الله. أنا هنزل أجيب المكوى وهبقى أفوت عليك. طب أما نشوف. خدي مني يا سحسنين، ده أنا اللي عاملاها بإيدي والنبي. من يد من عدمها توحى. Thank you.
بنت حلال وحالة المرسم العباس انا كنت ناوي اجي لكم البيت النهارده. طب هات المكوى بقى احسن من التعجيل. وبعدين معاك يا فتحي بقى لي مده بنلمحه ونسمعه وانت كل ما نفتحوا الموضوع تقفليه. موضوع ايه يا استاذ ابراهيم؟ انا راجل صنايع وكسيب وماشي مستقيم والحمد لله. امي دايما تدعي لي وتقول لي ربنا يرزقك ببنت الحلال. ايه رايك بقى فتحي؟ المكوى خلصت يا سيد؟ اسمعي امي مزاجي. ايه رايك تخطف رجلك وتروح تشربي معاك كوبايه شاي؟ ما تجيبي المكوى كانت خلصت يا اختي. اتفضل قميص كمان شويه خديه. طب انا رايحه مشوار وهرجع لك. انا ما عنديش في الدنيا غير امي وانت هتكوني في غلاوتها هشيلها في عين وانت في الثانيه. ترد عليا بقى فتحيه وتريحي قلبي. بصراحه يا استاذ ابراهيم انا مخطوبه. مخطوبه؟ اه. لمين؟ لواحد من اسكندريه. بتحبيه فتحيه؟ ربنا يعلم. هو بيحبك؟ متشعلق فيا قوي. لا ممكن يكون اكتر مني. ما تزعلش يا استاذ ابراهيم الجواز ده ايه؟ وانت راجل طيب وربنا هيرزقك على قد نيتك. عن اذنك. البت طيبه وعلى نياتها قوي. وانت هتعمل ايه بقلبها الطيب؟ هتقبض بيه ولا تصرف؟ هنعمله ايه بس رتيبه؟ هنغتنه بالعافيه؟ ما تسيبك من البنات الفقر وتلملك على واحده تريشك. المريشين عينيهم مفتحه وقلبهم زي الحجر الصوان. ما قلت لك من الاول فضلت تقلان عليا لحد ما اجت. اوعى كده متزقت. هيا هيا. مساء الخير يا سحتانين. مساء النور يا فتحيه. ده انا كنت خايف ما تجيش. ده لو كان على قطع رقبتي برضه كنت جيت. سلامة رقبتي. اقعد يا فتحيه. اقعد. كلها يومين والموسم ينتهي والبلدية تستغنى عنا ونبقوا خالين شغل. بكرة تشتغل يا اخويا. ده انت تشتغل احسن شغلانة. يعني هتشتغلينا عندك يا فتحية؟ لو كان الواحد يقدر يتلم على 10 جنيه بس كنت فتحت دكان سجاير وجبت صندوق كولا وكسبت 30 ساخ في اليوم. ساعتها اقدر اتجوز ويبقى لي بيت. لكن لو قعدت احوش 10 سنين مش هقدر احوش ال10 جنيه. بكرة تلاقيهم يحسنين وتتجوز. واللي هنتجوزوها دي هتقدر تستناني لما نلاقي ال10 جنيه. تستناك يا حسنين. تستناك طول العمر. اهو كلام. والنبي تستناك. اللي زينا محكوم عليه يعيش عازب. يفضل طول عمره لوحده، ينام لوحده ويشقى لوحده. ما تقولش كده يا حسنين. بكره تتجوز. نتجوزه ازاي بس يا فتحيه؟ ال3 جنيه يعملوا لنا ايه؟ ده غير 8 اشهر من غير شغل. ربنا معانا. خلي عندك ثقه بالله. ربنا ناسي الفقر اليومين دول. ربنا ما ينساش حد يا حسنين. وانتوا هتنزلوا من المصيف امتى؟ اخر الشهر. كل سنه وانت طيبه. نشوفوكي السنه الجايه بخير. ما تخليش عندك فكره. ربنا معانا. اما اروح انا بقى زمان الاستاذ صحي من النوم. خليتك بعافيه يا حسنين. نفسي يا فتحيه. نفسي موت. وانا كمان والنبي يا حسنين. بس يا خساره. لو نعرفوا نصطادوا 10 جنيه من اي حته. ما يكونش عندك فكره. كنت فين يا بنت لغايه دلوقتي؟ ستي بعتتنا اجيب القمصان من عند المكواجي. المكواجي ولا كنت بتتبرعي مع الرجاله؟ الريس محمد في ايه؟ البنت دي انا مش طايقها ابدا. متهيألي انزلها مصر حالا دلوقتي. معلش يا اخويا نستحملها لحد ما يخلص الصيف.
وبدل ما نلوص ونقعد ندور على غير. ايه انت كمان؟ بابا لبس يا اولاد، يلا ننزل نتمشى على الكورنيش. كل اللب بشرب. ما تتعيد لي يا بنت فوق بنتي. تمام. بلاش درع ده يا تسلي. تمام. سيدي، سيدي ميمي عايز سميت. بلاش وجع بطنه. يا اخويا هات له سميته من نفسه خليه يسمن شويه. يا ست السميت بيوجع بطنه. يهو، يعني مش زي سندوتش الفول اللي بناكله كل ليله، ده انا ما صدقت لا نفسه بيفيد على اي حاجه. الله. يا بنت وقفي عينك. بلاش فرقعك، خدي الحقي بتاع السميط وهاتي منه اربع سميطات. عليهم خمسه يا سي محمد، واحده عشانها. تبقى تاخد لقمه مني كفايه، ما تنسيش الدقه يا بنت. ابو سمره صوتك على الرتيبه. ازيك يا حبيبتي وازاي اخبار الحب على حالك؟ ان شاء الله تنشكي في ايدك. محتاره يا رتيبه ومش عارفه اعمل ايه. ليه يا حبيبتي؟ عن اذنك تعالي احكي لي مالك يا فلا الشر. حزنين يا رفيق. ماله؟ متضايق قوي ومحطه تصعب على الكاسه. متضايق من ايه يا عنيا؟ اصله بياخد 3 جنيه في الشهر، ولما الصيف بيخلص البلديه بتستغنى عنه ويفضل من غير شغل. ها نفسي يا رتيبه يفتح دكان سجاير ويتجوز ويبقى له بيت. بس ناقص 10 جنيه. قلتي لي وناويه تعملي ايه؟ معرفش، انما نفسي اجيب له ال 10 جنيه دول من تحت تقطيع الارض، ان شاء الله حتى اقطع نفسي كده. ما قلت لك بس انت اللي ما رضيتيش. لا يا اختي كله الا كده. والنبي انت عبيطه، عارفه لو تخرجي معايا كام مشوار بس بعد كام يوم هتلاقي في جيبك ال 10 جنيه. بالك البت نفيسه اللي بتشتغل عند الخواجات اللي جنبكم هناك عليها دلوقتي، ويمكن ربنا وقعت في سلطات جاز يغرق الجنيهات غير شنت اللي هبله وعبيط. لا يا اختي كله الا المقدر ده، تحط حسنين ما يرضاش، ده كان يقتلني قتل. يقتلك ليه يا حبيبتي؟ ده مقدر علينا. اذا كان مقدر علينا في بيوت الشغل ببلاش تبقى العقله منا تخرج بره بتكتمني. ده الكلام المعقول؟ لا يا رتيبه اسمعي كلامي. ما اقدرش، مفيش طريقه تانية. طب اروح بقى احسن سيدي يضربني. يضرب الضربه في قلبه البعيد يا خيب. ولايا تعالى طلعت تعالى. أعوذ بالله، البيت زي الفرن، ده احنا مش في اسكندرية. الواحد متهيأ له يفضل على الكورنيش على طول. سمي على الواد يا فتحية وانت بتنيميه. تصبحوا على خير وانت من أهل. انت مش هتقلع؟ بس انت مش هتقلع هدومك؟ مستعجل على ايه؟ Thank you.
يا اخويا ما تيجي تنام بقى. وهروح فين؟ رايح اشرب ريقي ناشف. تيجي تستسمحك وتبوس ايدك؟ ابدا يا حراميه،
انت عاوزه تخلف البيت واحده حراميه؟ حرام النبي، دي غلبانه ومظلومه. انت ما شفتيش الفول اللي جابته؟ دول بيحسن فول؟ صدق يا اخويا، ما هي كل حاجه في المصيف غاليه. انا خلاص البنت دي مش طايقه، لما اشوفها دم بيفور وخيالي بيتلخبط، متهيألي اني هرتكب الجريمه واعمل جنايه. معلش عشان خاطري انا، ما انا من غيرها حلوص، وكلها يومين وحننزل مصر وهناك يحلها الف حلاق. ايه انت كمان؟ قلت لك عشان خاطري انا. فتحية، بنت يا فتحية. نعم يا ست. تعال. خش استسمحي فيه. يلا المرة دي انا اتوسطت لي، لكن المرة الجاية هتعرفي شغلك مني انا. سامعة؟ حقك علي. يلا. خير يا فتحية. يسعد صباحك يا سي حسنين. ازيك النهارده؟ الله يسلمك يا سي حسنين، ازيك انت؟ زفت والحمد لله. كفلنا الشر. انا مش هنقدر نقف معاك دلوقتي، اصل المفتش بتاعنا هيفوت كمان شويه. خليتك بعافيه. يعافيك يا سي حسنين. ابو سند، يا خدتيني يا رتيبه. خضيتك ولا انت عالك اللي مش معاك؟ ايه لسه برضه حيرانه؟ مش عايزه تسمعي كلامي وتستريحي وتريحي اللي حواليكي؟ لا يا اختي، كله الا كده، مفيش طريقه تانية. استني شويه اما اقعد البنت في حته قريبه وارجع لك نفكر سوا ببلوتك. يلا يا بنت. تعرفي ما تروح هنا ولا هنا هقطع رقبتك. بقول ايه؟ مفيش طريقه تانية. في كتير. قوليلي انت، ما بيقعش في ايدك حاجه كده ولا كده تستاهل اسوره، خاتم بفاص، ساعه ذهب، حاجه يعني من الحاجات يا خبر. ولما اروح في دهيه بقى؟ ولا دهيه ولا حاجه. ده من مده شهرين البنت سيده لطشت خاتم الماس جاب لها 60 جنيه ولا حتى حس بيها. المهم انهم ما يلاقوش عندك حاجه في الوقت ده. البوليس ما يقدرش يتمسك عليك حتى لو جابوا كل الناس تشهد. لا يا اختي، دي حاجه تخوف. ولا تخوف ولا حاجه. شوف انا هفهمك تعملي ايه. اول ما تحط ايدك على الحاجه اللي عينك عليها تتخلصي منها بسرعه. اوعي تخبيها في هدومك ولا بيت الشغل، تجيبيها لي على طول. اوعي تديها لحسنين، اصله معروف انه بيحبك ويمكن البوليس يفتشه. تجيبيها لي انا ولا اتصرف لك فيها على طول. وتاني يوم تلاقي الفلوس في ايدك. اصل انا اعرف واحد بيشتري مني كل حاجه، ايوه حاجه. لا اعملي زي ما بقول لك كده وما تخافيش. يا ما خدت وبعت واديني زي ما انا اهو. اما اروح انا بقى زمان الفندي بتاعنا ابتدى يزعل. على كيفك. اسمع، ساعة ما تعوزيني انت عارفة انا فين يا حبيبتي. طيب يلا يا سيميمي، كفاية كده. تعالى يا بنتي يا مقصوفة الرقبة، اطم رقبتك على رقبة اللي خلفوك. ايه الزيطة والزمبليطة دي؟ العيال بيلعبوا.
ها نعم. سميرة أبوك لسه نايم. إحنا مش اتفقنا إن إحنا نروح البلاش بدري يا ماما؟ مش لما يصحى باباكي. بلاش خاف أنت روح يا فتحية. صباح الخير يا سمحان. صباح النور. يلا يا فتحية خشي وضبي أوضة سيرك على تخرج من الحمام. حاضر يلا. ما قالت لها كل حاجة. حتى انت مش مصدقني يا حسنين. وهي دي اللي مخدة. يا بنت بلاش تمثيل، هات الساعة بقول. يا لهوي يا لهوي جمال عيا، يا مسد جمال عيا، يا غرامي جمال عيا. تبعني هنوديكي في داهية. شويش عبد الله، شويش عبد الله. تعالى شوف البنت دي حكايتها ايه. اللي جرالك يا حلو احكيلي، احكيلي يا ست احكيلي، بس ست بس احكيلي روح يا حلو احكيلي روح. يا
يلا يا اولاد لموا حاجتكم، الساعه بقت 10 القطر هيفوتنا. ماليش دعوه بالطرفه دي. يو ليه؟ هوضب لك هدومك. انا هوضبها بنفسي. على كيفك. يا عيني عليك يا فتحيه، هنسافر ونسيبك مرميه في السجن. يا اخوتي بس مين هيخدمنا دلوقتي؟ هو حد يلاقي خدامين؟ نار ايه يا بنت؟ عارف الكلب بتاع مدحت اللي كان ضاع على البلاش وقعدوا يدوروا عليه وما لقوهوش؟ اتاري ميمي سرقه مخبيه. انا ما سرقتوش، انت كدابة. انا لقيته هنا. كده برضو يا ميمي؟ اخصى عليه. خدي يا سميرة الكلب وديه لصاحبه، وخدي كمان السمكة بتاعت ميمي اديها له بدل العلقة اللي اديتها له مامته. حاضر. المرة دي بابا مش هيضربك، لكن مرة تانية إن كدبت ولا سرقت بابا هيذبحك بالسكينة، سامع؟ عيني عليك يا فتحية، تلاقي برضو حد لطش الساعة وهي اللي رجلها جت. بابا في ايه؟ هو ربنا يصفنا لما نسلق؟ ايوه يا ابني، ربنا سافر فتحية وهي تسلى ساعة الله النار. تعال تعال. يظهر ان احنا ظلمنا فتحية. لقيت الساعة يا اسم محمد؟ ايوه. يا اخويا مش كنت تدور كويس قبل ما تعمل الفضيحة دي كلها؟ لا حول الله يا فتحية. ولازمته ايه العياط ده بقى؟ اصلها صعبانة عليا، وكان قلبي حاسس انها مظلومة. اهو اللي حصل حصل. المهم ايه العمل دلوقتي؟ تاخد بعضك وتروح القسم وتقول لهم لقيت الساعة وتجيب البت في ايدك. ازاي بقى؟ امال هتروح بس فين يا حبة عيني؟ اهو بيوت الخدمة كتير، يعني مفيش الا بيتنا. حرام يا سيد محمد، دي بنت صغيرة وغلبانة ومكسورة الجناح، مش يمكن تروح بيت من اللي فيه شبان ما يخافوش من ربنا، حد يضحك على عقلها ويبقى ذنبها في رقبتنا. يلا يا سيد محمد، ده انت عندك بنت صغيرة ربنا يوقف لها ولاد الحلال. يلا امال القطر هيفوتنا يا اخويا. حاضر. الحمد لله، يا عيني عليك يا فتحية. والله انا كنت شايله هم الخدامين بشكل. ما تفكريش ترجعي للخدمة تاني، هتعيش طول عمرك في نظر اسيادك حرامية. حتى حسنين اللي من توبك قد انت شفت خانك ازاي. اسمع الكلام اللي قلتلك عليه، بدل ما تنامي في المطبخ والبلاط ياكل جتتك هخليك تتمرمغي في الحرير. هيبقى عندك بدل الخدامة اتنين. لا خليك انتي. البيت تاعي مش كده؟ ايوه اتفضلي. شفتي البيت تاعي اكسلانس قد الدنيا، ما تخافيش يا روح هخليه يطلعك. اتفضل ادي اسيبه الجواز الشرعي، واظن بعد كده بقى. طب اتفضل استريح. انا بستعجب ازاي بوليس الاداب يغلط الغلطه الشنيعه دي. اهلا سلوى، انا اسف يا حبيبتي اتاخرت عليك. ما تزعليش يا روحي، بتحصل في احسن العائلات. انا ضروري هطلب رد الشرف. اظن القسيمه دي دايما شايلها في جيبك. طبعا يا فندم. طب اتفضل امضي. هنا. السلام عليكم سعادة البيت. عليكم السلام. يلا يا فتحية، في واحد جه يضمنك ويخرجك. يضمني أنا؟ أيوه. ده لازم حسنين. فتحية. استاذ ابراهيم شد حيلك يا فتحيه.
الفراق ان شاء الله. يا فتحيه، لوسطه جاي علشان يضمنك وبيقول انه خطيبك، ده صحيح؟ ايه رايك؟ خامه على نيتها. لوز لوز مقشر. انما يا حضره الضابط، ما دام هو بيقول انه خطيبها، فين الدبله اللي في صباعه وفين الدبله اللي في صباعها؟ مش شغلك انت. يا حضره الضابط، انا كنت متكلم عليه وكنا متفقين نقدمه الشبكه النهارده، مش كده يا فتحيه؟ ايه يا فتحيه؟ ما ترد. يا حضره الضابط، انا مستعد ندفعه الضمان، ومستعد ندفعه ثمن الساعه كمان. تسوى كام؟ 10 جنيه؟ 20 جنيه؟ 30؟ لما يكون ثمنها 50 جنيه كمان، انا صدقها. خلي فلوسك، المحضر هيتحول للنيابه وهي اللي هتتصرف. يا حضره الضابط، فتحيه ما سرقتش، نحلفولك على القران انها ما سرقت. ابقى قوم لها محامي دلوقتي تضمنها. بس انا نضمنها برقبتي. هتكون مسؤوله منك. عارف لو هربت هيحصل لك ايه؟ تهرب. ان شاء الله مش هتهرب ابدا. نهارك سعيد يا حضره الضابط. اهلا وسهلا. خير؟ والله يا فندم انا لقيت الساعه، فتحية ما سرقتهاش. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. ألف مبروك يا فتحية. دي ساعة قيمة قوي، دي ذهب خالص. الله، دي لقطة. حقك عليا يا فتحية، تعالي معايا، الست والأولاد مستنيينك، احنا مسافرين مصر. فتحية سعادة البيم مش هتروح معاك. زي الكلام ده؟ أمال أنا جاي أطلعها ليه؟ جاي تطلعها عشان تشتغل عندك، يعني لولا أزمة الخدامين اليومين دول كنت رميتها في السجن. تلبسها جنايه وتضيع مستقبلها. امر غريب يا سيدي. انا فندم دخلك ايه انت في الموضوع؟ ازاي بس يا محترم تتهمها بالسرقه وعاوزها ترجع تاني تشتغل عندك؟ هو ايه ده؟ هي فتحيه ما عندهاش كرامه؟ بس انت وهو سيبوا حضره الضابط يشوف شغله. فتحيه لا هي هتروح عندك ولا معاه. تعالى يا فتحيه، تعالى اقعدي جنب الست. قلت ايه يا فتحيه؟ مين فيهم اللي هيستلمك؟ تعال يا توح، تعال يا روح. لا يا ست هانم، انا ما عادش اخدم الا ببيت جوزي لوست ابراهيم. تعال يا استاذ ابراهيم، وريني البطاقه بتاعتك. حاضر ساكت. يلزم اي خدمه تانيه يا سعاده بيه؟ لا يا استاذ ابراهيم، خد خطيبتك ومع السلامه. الف شكر يا سعاده بيه. مع السلامه. شكرين. بتخرج لوحدها. الحق عليك، ما بتخرجش معاها ليه؟ اخرج معاها ازاي؟ باي صفه؟ المفروض انك هتخطبها. لما اخطبها؟ انت بس بقالنا 6 اشهر في الحكايه دي. انتوا مش لمحتوا لمامتها؟ ايوه، لكن اهو كلام، الحكايه لازم تبقى رسمي، لازم تروح بنفسك تكلم باباها.
أنا خايف إنه يرفض. المفروض إنه قبل وهي ملهاش رغبة. أعمل إيه؟ جينا بقى للجد، يبقى لازم تجس نبضها. أجس نبضها؟ أيوة، تكلمها، تلغيها، تنتهز أي فرصة وتخرج معاها. مش عيب يا سميحة؟ مادام في نية جواز مش عيب. أنا أختك وبكلمك بمنتهى الصراحة، الزمن اتغير، لازم الأول تعيش في خيالها وتبقى فارس أحلامها. هي مش عاوزة منك إلا محاولة صغيرة، تقول لها كلمة واحدة بس: أنا بحبك. طب ما أنا هقولها كده بعد ما أخطبها. اسمع نصيحتي، الكلمة دي عندها بمقام الدبلة والشبكة بالدنيا كلها. طب افرضي قلت لها الكلمة دي وصدتني. عليا أنا يا سيدي. سميحة، انت عارف انا بحبها قد ايه. خلاص مش مسافرة اسكندرية، روحوا انتوا صيفوا وانا هقعد هنا في مصر. ليه بس يا ناهد يا بنتي؟ يخلصك ابقى عارف وسط اصحابي، بابا يديني 5 جنيه عشان اشتري فستان، الاقي اقل فستان ب20 جنيه. ما تفصلي حتة القماش اللي عندك. انزل البلاج لابسة خيش. الركعة التفصيلة يا ناهد، وانت ايديك يا بنتي بتعدل الماي. اسرديلي يا ست ماما. وبعدين معاكي بقى، انت طالعة فيها ليه؟ انت فاكرة ابوكي مين؟ رئيس ادارة قد الدنيا. نعم، مرتبي كام؟ 60 جنيه لا فوقهم ولا تحتهم. فصلي بيهم فساتين بقى واحنا ناكل طوب. الاتحايا وكلام فاضي وامزحه. يلا كلمي واحده من اصحابك، اطلبي منها موديل حلو على مزاجك. ماليش دعوه. يلا يا حبيبتي مفيش وقت، احنا مسافرين بعد 4 ايام يا ناهد. يلا امال. الو جيهان، موجوده من فضلك؟ طب لما تيجي خليها تتصل بيا. انا ناهد. ميرسي. روح دلوقتي اقف في البلكونه، هتلاقيها قاعده في اوضتها. صباح الخير، هتقولك صباح النور. افرضي مش واخده بالها. كح. اكح؟ اخبط ضرفه الشباك، اعمل اي حاجه. الله، طب ما هتعرف اني قاصد. وماله يا محمد، يبقى احسن. اسمع الكلام ده، احنا نحب الحركات دي قوي. طب وبعدين؟ صباح الخير، صباح النور، ويكون وشك بيضحك وابتسامتك منوره. طبعا هي هتبتسم. افرضي ما ابتسمتش. هتبتسم وحياة امي. وبعدين؟ كلمة في حدوتة، هعزمها على السينما. سينما؟ اروح انا وهي بس؟ لا، انا هروح معاكم. وسامي اخوها. وسامي اخوها ومامتها وباباها والبواب كمان. بس يلا يلا، ما تخافش يلا. دي بقى لا يمكن. طب بس روح اقف انت. روح. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. دي سميح. وازاي سميح؟ كويس. وحشاني قوي. ما تشوفيش وحش. وطنت ازايها؟ كويس. سلمي عليها. دي خرجت. لما ترجع يعني. يوصل ان شاء الله. من حق. ده الدنيا حر النهارده قوي. ما هم قالوا كده. هم مين؟ بتوع مصلحة الأرصاد. قالوا ايه بتوع مصلحة الأرصاد؟ هتيجي موجة حر شديدة. ده ساعات كلامهم ما يكونش مظبوط. ساعات يعني ساعات ساعات. ايوه ساعات ساعات. الدنيا هتولع. افتكر كورنيش النيل يبقى طراوة دلوقتي. مش معقول. طب وجبل المقطم؟ ما اعرفش والله.
امال الواحد يروح فين بس؟ شيء يحير. يحير قوي. الحقيقه انتوا شقتكم ما تتسكنش ابدا. عشان قبلي يعني؟ والشمس بتضرب فيها طول النهار. نعمل ايه بقى؟ امرنا لله. حقكم تعزلوا. كده؟ والله فكره. لما اروح اقول لماما. ايه ده يا محمد ده؟ ايه؟ عاوزهم يعزلوا؟ حد في الدنيا يقول لحبيبته الساكنه قدامه حقكم تعزلوا؟ انا قصدي يا محمد دي اديتك 100 فرصه، كورنيش النيل والمقطم، ولما فضيها قالت لك بالعربي نروح فين بس؟ طب نروح فين؟ قولي لي انت. على طول تقول لها ايه رايك في سينما تكييف هوا؟ اخ راحت عن بالي دي. ما احنا متفقين عليها دي يا اخي. خش انت يا محمد دلوقتي، خش بسرعه. صباح الخير يا نانا. اهلا سميحه، صباح النور. الو. ايوه. هلو جيهان. ميرسي يا جيجي. يا ترى الاقي عندك كتالوجات جديده عشان فستان للبلاج؟ طيب هجيب القماش واجي افصله عندك حالا. مسات السكه. باي باي. متاسفه يا سميحه، كنت عايزه ادردش معاكي لكن مستعجله، نازله رايحه الزمالك وانت عارفه المواصلات وقرفها. مع السلامه يا ناهد، اشوفك لما ترجعي. باي باي. باي باي. سامح بتلمع عشان تنزل توصلها بالعربيه، هي دي بقى فرصه ما تتعوضش. يلا مستني ايه؟ يلا قول لها كل اللي في قلبك. ها لطيف ومهذب وعنده شخصيه، الحب بيبان في عينيه لما يبصلي، في لمسه ايديه لما يسلم عليه. وكور زياده عن اللزوم، مش هين عليه انت ويقول لي انا بحبك. وايه كمان؟ عاوزه مره يكتب لي جواب ويبعتهولي سرقه. نفسي اتمشى معاه على الكورنيش يفسحني في جنينه الاسماك، وابقى خايفه لحسن حد يشوفني ولا بابا ولا سامي يطب علينا، وفجأة ألاقي نفسي ورا شجرة ويخطف مني بوسة، أروح أبات الليل سهرانة أحلم بمعاد تاني. اسمعي لما أقولك، اللي زي ده مصيره يجوزك بالساكتة. أيوة، فجأة يلبسني الدبلة وفجأة يكتب الكتاب كأنه بيطلبني ببيت الطاعة. على إيه ده كله؟ على ما هي 35 جنيه وعنده إيراد 15 جنيه، افرضي. دول يا دوب إيجار الأبارتمون اللي لازم تسكني فيه. واحدة زيك لازم تدور على شاب غني يمتعك ويفسحك، يركبك عربيات شيك ويلبسك فساتين غالية. ايوه يا جيجي، عايزه البس من عند بيير كلو، من صلحه، من ايفون. نفسي اتجوز جوازه تعمل ضجه، الناس تحسدني عليها والمجلات تنشر صوري وتكتب عني. يا سلام، ادي العرسان ولا بلاش. وحيد وفريد وعدلي ومجدي، انت هتصيفي في اسكندريه، لازم تنقي واحد من دول. انت السبب في كل اللي حصل. ايه اللي حصل يا محمد؟ كل الناس عرفت ان كنت مستنيها. بيتهيألك انت اللي حساس زياده عن اللزوم. كان لازم الكلاكسي يعلق يعني. الكلاكسي يعلق، الكاوتشي فرع، كل دي حاجه كايفه. كنت بعد ما سكت الكلاكسي تركب العربيه وتمشي وراها وبعدين. ولا بعدين ولا قبلين، ارجوك كفايه اللي حصل، انا من هنا ورايح اصرف اموري بنفسي. انت مش يهمك ان اعبر لها عن شعوري؟ ايوه يا محمد. انا الليله دي هكتب لها جواب. Thank you.
حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعينيك مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتبلك. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعني مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتب لك. لا لا قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك. خلاه يكتب لك، يكتب لك عاللي بقاله كتير كتير مداري مداري، يوصف لك حبه وسهوده يا حبيبي، مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي، ولا عارف إيه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي. أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز أشواقنا الطول يا حبيبي، أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز أشواقنا الطول يا حبيبي. أنا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي، أنا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي، ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي، ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي. وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام، من قلبي لا يهدى ولا ينام ولا ينام. قلبي
ماما لبست يا سميحة خلاص؟ ايوه خلاص يا حبيبي. بعتوا نظيرة تقول لهم انكم جايين؟ ايوه. يا ريت تقدروا تنهوا الموضوع قبل ما يسافروا. الحكاية ما هي منتهية تقريبا يا ابني. لا لسه هيدوروا عليك ولا يسألوا على أصلك وفصلك. إحنا حبايب وجيران من زمان. وما تنساش إن نهاد كان زميلتي في المدرسة 4 سنين. يلا يا ماما. يلا يا حبيبتي. ماما في حاجة يا محمد؟ لا أبدا، ربنا معاكم. وانت مالك يا بايخ؟ دي اوضتي وانا حره فيها. ما تقومي تقعدي في الحمام احسن. يا ماما اندهلي الواد ده اللي احسن بيعاكسني. ما انا كمان ما اسمحش لاختي تقعد عريانه. يلا البسي. مش لابسه مش لابسه يا ماما. ماما جرى ايه يا سامي؟ ما تسيب اختك في حالها. ما تشوفيها قاعده ازاي؟ مالكش دعوه بيها، اخرج انت بره. مرقعه بنات والله. انا موريكي شغل. كاملة هانم جاية تزورنا دلوقتي. مين؟ كاملة هانم أم سميحة ومحمد. أهلا وسهلا تأنس وتشر. وهنقول لها إيه؟ قولي لها ما نعطلكيش. يا لاهد أنا بتكلم جد. عايزين ندي للست كلمة تريحها، دي بقالها 6 أشهر رايحة وجاية. هتتجوزيه ولا مش هتتجوزيه؟ هو في حد يتجوز في الصيف؟ هو الجواز كمان له مواسم. لما نبقى نرجع من اسكندريه يبقى يحلها ربنا. وما تتجوزيش ليه وتسافري معاها اسكندريه ويبقى اسمها تصيفه وشهر عسل؟ ده احنا مسافرين بعد 4 ايام، هلحق اتجوز في 4 ايام؟ خلاص بقيت رخيصه عندكم للدرجه دي؟ طبعا الاقل تسافري مخطوبه ومحمد يحصلنا على اسكندريه، يبقى معاكي يسليكي ويفسح. قصدك يطلع روحي، روحتي فين وجيتي منين ولبسي ده وما تلبسيش ده؟ لا يا ستي الله والغني. المهم هو عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش مظبوط قوي يا ماما. توعيني يا نانا، ما تطيريش محمد من ايدك، ده شاب كويس وله مستقبل. تسمحي تأجلي الموضوع ده لبعدين؟ طب بس ريحيني، لا بتقولي اه ولا بتقولي لا. اف يا ماما بقى. ست سميحة ومامتها جم. طيب أنا جاية حالا، اعملي لهم شربات يا تفيدة. شربات ده ايه؟ بس البسي وتعالي قبليهم. أنا رايحة الحمام. حمام؟ عيب يا نانا ما يصحش. الدنيا حر وعايزة أخد دش. ناهد. امال فين ناهد يا تيتا؟ ناهد يا بنتي في الحمام، اصلها يعني ما كانتش عارفه انكم جايين. عقبال حمام الدخله ان شاء الله. في حياتي. ايه رايك يا سنيه هانم؟ احنا جايين ناخد مقاس الدبله. دبله ناهد يا تيتا؟ ايوه يا حبيبي عقبالك. هو ابي محمد هيتجوزها خلاص؟ ايوه خلاص. انا زعلان منك خالص. ليه يا سامي؟ حصل حاجة؟ مش كان واجب تيجي تكلمني أنا في الموضوع؟ ما أنا هكلمك أنت وبابا بعدين. أنا شخصياً ما عنديش مانع من دلوقتي. متشكر يا سامي، ربنا ما يحرمنيش منك. عقبالك. يا خسارة، كنا عاوزين زيتها يبقى في إيديها، لكن أبلة سميحة كبيرة عليا. لا مؤاخذة يا جماعة، الظاهر ناهد هتغيب في الحمام شوية. تلاقيها عارفة ومكسوفة. طب يا ماما اتفضلي أنتِ وأنا هستنى أبقى أجيب منها مقاس صباح. وعلى إيه؟ ما ناخد أي خاتم متوح. فكرة يا تيزا، إيه رأيك؟ الخاتم ده مقاسها افتكر ايه وفي الغرض؟ قوي ده يبقى حتى بركه. طب انت يا تيزا محمد يقدر يقدم الدبل؟ افتكر ناجل الموضوع ده شويه لحد ما نرجع من اسكندريه. ده كتير يا ماما، ده احنا هنقعد هناك شهر ونص. اسكت يا ولد، خلي الكبار يتكلموا. اصل محمد مستعجل، عاوز ينهي الحكايه قبل اجازته ما تخلص. ايه رايكم يشتري الدبل ويحصلنا على اسكندريه؟ فكره يا سامي، ونعمل حفله الخطوبه هناك. قلتي مفيش مانع. هنا دي مشكلة؟ اه والله يا هي. اهلا اهلا نانا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا مشيرة. الو فايزة. الو نانا. ازيك يا رؤوف؟ الحمد لله. وحشيني قوي يا بنات. انتي اللي وحشانا يا وحش. هي ايه اخبار البلاش السنة دي؟ اسمعي بقى يا ستي، عدلي تاخد 6 كيلو. طبعا لانه ما بيبطلش. وكرم غضب سناء غيره. عبد الحميد اتجوز سمير. والله العظيم.
العظيم مش كانوا لازقين لبعض السنه اللي فاتت؟ ده عنده 180 فدان وارث مصنعين نسيج. ملك البلاج وصل. قصدك مين؟ هشام عبد اللطيف. نفسه وقته مزمره رقبته، دمه تقيل قوي. يلا اتليه بقى كله اللحشة. مش هو اللي بيحب السفينات خيره؟ ما سابوا بعد اخر الصيف اللي فات. أنا هتمشي معاك يا مشيرة. ما تمدي شوية. الله، وإحنا ورانا إيه؟ أصل ماما مستنياني. عن إذنك يا مشيرة. اخفى عليك، يعني هتخليني أرجع لوحدي؟ وماله، هو أنت صغيرة؟ باي باي. عاوزك. عايز مني؟ عاوز امشي وراكي طول عمري. دمك تقيل؟ خف الدم تكفينا احنا الاثنين. ما اظنش دمي خفيف للدرجه دي. انت هتيجي البلاش بعد الظهر؟ مالكش دعوه. طب وبكره؟ برضه مالكش دعوه. طب زي النهارده السنه الجايه. تعرف ان دمك مش تقيل قوي؟ انا لازم اشوفك يا نانا، في حاجه مهمه لازم اقولها لك. انت عرفت اسمي منين؟ انا عارف عنك كل حاجه. امتى هشوفك يا نانا؟ مش دلوقتي، بعدين هقول. باين عليه راجل زي الشبان الميين كده. انا يعجبني اكتر من هشام. طول عمرك ذوقك وحش. على كل حال لما نبقى نقابله المره الجايه هعرفك. لا يا اختي، انا ما يخلصنيش. ده باين عليه بيحبك قوي. انتوا مش المفروض كنتوا تيجوا الساعه 6 بعد الظهر؟ ايه اللي جابكم بدري؟ ما لقيناش محلات في القطر، جينا في الاتوبيس. اظن يا حبيبي اتضايقت اليومين دول لوحدك. ولوحده ليه؟ تلاقيه كان هايص مع خطيبته. ايه يا محمد؟ اياك ما قابلتهاش. ازاي قابلتها؟ طب احكي. طب بس استريحي شويه. مالكش دعوه، انا مش تعبانه. شوف يا ستي، اول ما وصلت جري على البلاش. برافو عليك. لقيتها. ايه؟ كانت لوحدها. عيل. وبعدين؟ كانت لابسه فستان حلو قوي يا سميعه، مش معقول. ما انا شفته عليها في مصر. اما كانت جميله بشكل والله العظيم. من كتر جمالها اتهيألي اطلع الدبله من جيبي والبسها لها واروح بايسها. ما عملتش كده ليه؟ يا خبر ابيض، قدام الناس؟ امال عملت ايه؟ سلمت عليها، بس هي كانت مرتبكه شويه. لازم كنت بتاكلها بعنيك. بالظبط. فضلت ابص لها. ايه؟ ابص لها. ايه؟ ابص لها. وبعدين يا محمد؟ مش عارف يا سميعه، لما ببص لها ببقى محتار اشبع من ايه؟ من شعرها ولا من عينيها ولا من خدودها؟ يا سلام يا محمد، لو مره قدرت تقولها هي الكلام الحلو ده. هقوله لها وحياتك عندي. انت بس بكره لما نقدم الدبل هتشوفي، هفرجك، هعمل البدع كده.
طب بكره نروح نزورهم وتلبسها الدبله. اتفقنا؟ اتفقنا. سميحه؟ ايوه يا ماما جايه حالا. عاوز اشوف بقى الفدا. إذا جه سامي أخويا اشغليه، أوعي تخليه ينزل البحر. ما تخافيش أنا هلعبولك السيجا. هتنزلي البحر يا موشي؟ لا يا حبيبتي، أنا سبتلك البحر واللي فيه. أنا شايفة المسائل ماشية بسرعة قوي. أبداً لا مسائل ولا حاجة، ده أنا نازلة البحر لوحدي. طب أوعي تغرقي، خليكي على البر أحسن. ما تخافيش علي. شوي. ما تكمل لغاية الصخرة. لا هنا كويس. على العموم كويس اننا وصلنا لغاية هنا. وطبعا عندك امل بكرة نوصل لغاية الصخرة وبعده اركب معاك العربية. مش كده؟ كده تمام. وبعدين؟ وبعدين هبوسك. وبعدين؟ لما تحصل البوسة هقولك بعد كده في ايه. ازاي صفيناز؟ صفيناز مين؟ نسيتها اوام؟ صفيناز خايف. ما خلاص كل سنة وانت طيبة. هو انت كل سنة لك واحدة؟ في واحدة تستحمل شهر، واحدة سنة، واحدة سنتين، على حسب. أنا بيتهيالي إننا نقدر نستحمل بعض طول العمر. لازم أرجع بقى. طب أشوفك تاني إمتى؟ بكرة بقول لك. ابعد دلوقتي لحسن أخويا واقف على البلاج. إمتى ناويين إن شاء الله تكتبوا الكتاب؟ مش الأول يقدم الدبل يا سي راشد؟ يا ست الدبل يقدمها النهاردة. مش برضو الحكاية عاوزة ترتيب؟ ترتيب يا ماما؟ أول ما نهد توصل من البلاج تفيدة تروح مزغرطة، ونظيرة تكون محضرة الشربات، وطنط كاملة تروح مطبطبة على أختي، وأبلة سميحة تروح مع أعدائها جنب أبي محمد. أختي هتنكسب، أبي محمد هتلبخ، أنا حغمزه هيروح مطلع العلبة وملبس لها الدبلة ويبوسها. نانا جد تفيدة جهازي، وأنت يا نظيرة على المطبخ. أبي محمد استعد. أهلا بعروستنا الحلوة الأمورة. ايه يا ناهي مالك؟ مش عارفه يا بابا، طلعت من البحر عندي صداع جامد. تعالي يا دهد عادي. مش قادره، حاسه بدوخه، عظمي مكسر. عن اذنكم. كنت نازل نهد؟ ايوه. ارجوك خدي اسبرين وشاي. نهد عن اذنكم اما اشوف جرالها ايه. ولا اقول لك خش انت شوفي سيدك عايز ايه. اهلا اهلا. وتعب نفسك ليه بس يا ابني؟ لا ابدا ما فيش تعب ولا حاجه. اهلا وسهلا اتفضل. هما ماما وسميحه ما جوش؟ لا والله يا ابني لسه ما جوش. طب وسامي ونانا؟ نانا وسامي لسه على البلاج، وانا خايفه لا تكون تعبت تاني. انت معاك عربيتك؟ لا ابدا في التصليح. أنا هروح عندهم من على البلاج على ماما وسميحة ما يجوا، عن إذنك. طيب. تعرفي يا نانا؟ أيوه. تعرفي نفسي في إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسي في مركب صغيرة، أعيش فيها أنا وأنتِ ولا نطلعش منها أبدًا،
ونفضل عايشين على طول في البحر. ولما نتعب بالبحر ندور على صخرة زي دي نقعد فيها يومين وننام في كهف. وبعدين؟ وبعدين نرجع البحر تاني. طب افرض المركب غرقت نعمل ايه؟ ولا حاجة، اخدك في حضني ونغمض عينينا ونموت وتبقى احلى موت. لا مش عايزة اموت دلوقتي، مش قبل 10 سنين. اللي ممكن تعمليه في 10 سنين تقدري تعمليه في يوم واحد. ما قلتليش هجيب فساتين منين واحنا في المركب؟ الناس بتلبس الهدوم عشان تقلع، ولو كانوا ناس عاقلين كان وفروا القلع واللبس وعاشوا زي ما خلقهم ربنا. يعني نفتح نادي للعراء. في ناس عريانين وهم لابسين، وفي ناس لابسين وهم عريانين. انا ما كنتش فاكراك فيلسوف كده. قل وهناكل منين؟ مش هناكل، كل ما نجوع نبص لبعض نقوم نشبع. بص يا مشيرة، اهو ده الشاب اللي بيحب نانا. عال ده وقعلي من السما. ايه يا سامي انت بتدور على نانا؟ ايوه هي فين، روحت؟ لا دي عامت لحد الجزيرة. يا خبر مسكينة، دي حصلتها بالعافية والموت كان بيغلبها، تلاقيها مستنية حد يروح لها بقارب ولا حاجة. طب يلا يا سامي. نانا خايفة من ايه؟ مفيش حد يقدر يشوفنا. احنا اتأخرنا قوي، لازم ارجع. نانا لازم ارجع. 5 دقايق بس، عاوز اقول لك حاجة مهمة قوي عشان خاطر. 5 دقايق بس مش اكتر. في الوقت المناسب عشان تنقذ حياتها. الواقع انت انقذت حياتي انا. ناهد بالنسبة لي كل شيء في الدنيا. سيادتك تبقى اخوها؟ لا سامي اخوها. انا ابقى خطبها. كده اهلا وسهلا، تشرفت. ايه الحكاية؟ محمد راح ينده لها قاعد جنبها. وماله يا سيدي، ما ده اللي احنا عايزينه. ايوه عشان ياكل علينا السهرة. يا سيدي خليهم يهيصوا ويفرفشوا ما دام هما مبسوطين الدنيا وما فيها. على رأيك. مالك يا ناهد؟ اتفضل يا استاذ هشام. لا متشكر، اصل انا مرتبط بميعاد. لا والله ما يصحش، اتفضل. انا عرفت البيت خلاص، هبقى وقت تاني. طيب يا فندم متشكر قوي، وان شاء الله تكون صداقه دايمه. مع السلامه. ناهد مالها يا محمد؟ كانت هتغرق لكن الحمد لله ربنا ستر. مالك يا سامي؟ سامي ايه اللي حصل؟ ولا حاجة يا أبلة. ناهد كانت هتغرق صحيح؟ أيوه. طب ما تتخدش، كانت سليمة. مين ده اللي وصلكوا بالعربية؟ تعرفوا يا سامي؟ سامي اقص عليك، انت بتعيط؟ والله العظيم ناهد بخير. تفتكر يعني أنا كنت هسيبها وأروح قبل ما أطمن عليها؟ يا سلام.
انا ما كنتش فاكر ان في حد بيحب نهد اكتر مني. شاهد يا سميحة، سامي بيحب نهد اكتر مني. انا ابتديت اغير منك يا استاذ. الله، في ايه يا ماما؟ انتوا في حاجة مخبيين عليا؟ ابدا يا ابني، هيكون في ايه؟ احنا بس اتخضينا على نهد. يلا بينا. بختك كويس، مرضتش اعمل فضيحة. خفت على احساس ابي محمد اللي اسوى رقبتك ورقبة الكلب اللي كان معاكي. جاتك القرف في ذوقك. اخرج بره وسيبني في حالي. وليك عين تردي؟ انت هتسكت ولا اقوم؟ ما تقومي، خايفة من ايه؟ قومي عشان اوريكي مقامك. قومي قومي. ايه يا سامي ده؟ ملك ومالها؟ هي في ايه ولا في ايه يا ابني؟ ما تسيبها في حالها. بدل ما تجيب لها شاي هات لها سم تشربه، يا رب تموت عشان تريحنا من خلقتها. سامي انت مجنون؟ الهانم بتحب الواد الهايف اللي وصلنا بالعربية. ماما ما تصدقوش يا ماما، ده كذاب كذاب والله. أنا شايفهم بعينيا متداريين في الصخرة وبيبوسوا بعض. يا ندمتي، تعالي هنا، رايحة فين؟ سيبوني، مالكوش دعوة بيا. حطي صوتك لأبوك يصحى يطربق الدنيا على دماغي. أنا هروح أقول لك. اعمل معروف، أنا هعرف شغلي معاه. أخرج أنت الوقت يا ناهد. الكلام اللي بيقوله سامي ده صحيح؟ ما كناش بنبوس بعض. يعني في واحد والسلام. ايوه. ومحمد يا ناهد؟ محمد مفيش حاجة تربطني بيه. ازاي؟ مش خطيبك؟ انا ما وافقتش. لكن انا كلمتك في مصر. قلتلك بعد ما نرجع من اسكندرية. يعني بتعرفي الجدع ده من زمان ومتفقين تتقابلوا في اسكندرية، وحبيتي تأجلي خطوبة محمد لحد ما تملي ايدك منه. انا معرفتوش الا السفية دي. واخرة المعرفة دي؟ هيتجوزني طبعا. واذا كان بيضحك عليك؟ انا ما خليش حد يضحك علي ابدا. انت ما بتحبيش محمد يا ناهي؟ ارجوكي كفاية بقى، سيبيني. بدي افهم بس، الجدع ده يزيد عن محمد ايه؟ بيعرف يعني ايه حب. مش هقدر افهمك ازيد من كده. بقى اسمع ما اقولك، انا اخر ما يفيد بيا هقول لابوكي، وانت عارفه ابوكي كويس قوي. هي كلمه واحده، هتتجوزي محمد يعني هتتجوزي محمد. لازم ناخدها مقاصرها ونرجع على مصر يا ماما. مسكين يا ابني، بس هنقول له ايه؟ نفرحه بالحقيقه. لا يا سميحه، انت عارفه هو بيحبها قد ايه. احنا نقدر نخفف عنه الصدمه احسن ما يتفاجئ بيها. تعال يا محمد، تعال اقعد جنبي. انت مش جاي لك نوم ليه؟ انت اللي مش جاي لكم نوم ليه؟ اسمع يا محمد، انا عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ انا اختك واعرف مصلحتك. انا عارف اللي هتقوليه. انا كنت بقوله لنفسي دلوقتي، انا مش عبيط، المساله باينه زي الشمس، انا اللي غلطان من الاول. المفروض اني هتجوزها، فكان لازم اخرج معاها وافسحها. علشان كده انا بكره الصبح هفوت عليها، ننزل البلد سوا، اخليها تنقي الشبكه. ومش بس كده يا ماما، احنا لازم قبل ما نرجع مصر نكتب الكتاب. بصي، ادي جواب كتبته للشركه، حمد اجازتي 15 يوم علشان شهر العسل، ومش هقول لكم هنقضيه فين، ولا هي هتعرف. هتكون مفاجاه، هتكون اسعد ايام حياتي. سميحه، ايه رايك؟ بذمتك مش بقيت واد يعجبك؟ وانت يا ماما، طول عمرك بتدعي لي ان ربنا يوعدني بعروسه حلوه وبنت حلال، واستجاب لدعائك. ربنا ما يحرمنيش منك. وانت يا سميحه، انا بتمنى من كل قلبي ان ربنا يوعدك بعريس ابن حلال يحبك قد ما بحب نهد. صباح الخير. وانت من اهل. أنا جيت الصبح أسأل عليكي، أخوكي ومامتك قابلوني وحش قوي.
استنيتك تيجي البلاج تتصلي بيا باي شكل. هي حكايه سي محمد دي بجد ولا ايه؟ لا ابدا اصلا. اخس عليك يا نانا بتخونيني. ابدا يا هشام، هما اللي عايزين يجوزوني بالعافيه. امبارح ما شفتش النوم، واللي زود الامي ان ماما مسافره اوروبا وقالت لي لازم تشوفك. وعاوزه تشوفني ليه؟ عاوزه تفرح، عاوزه تطمن على مستقبلي. محضره لك خاتم سوليتير. خاتم سوليتير؟ ومفتاح عربيه جديده. عشاني انا؟ نانا تعالي معايا، ماما مستنيانا. ما اقدرش ما اقدرش. ارجوك يا ناهد، دي اول حاجه بطلبها منك. ماما تقول ايه؟ انت رايح البلاج دلوقتي؟ ايوه، وهستناكي هناك. دلوقتي بس تأكدت انك بتحبيني، عن اذنك البس القميص. ما تتأخرش يا هشام. في مفتاح الصومعة. مين اللي وقع؟ نانا. مش معقول. اطلع بس بالمفتاح. تعالى اجيبهولك من الكابينة. علي قوي يا هشام. انا اسف يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي، ماما زمانها مستنيانا. وانام احبه
أحبه حبيبي قصدي اللي كان حبيبي وكل حاجة في الدنيا حبه حبيبي أيام ما كان حبيبي وأنا ما أحبه وأقوم أحبه ما كانش يفرحني إلا فرحه ما كانش يجرحني إلا جرحه ما كانش يفرحني إلا فرحه ما كانش يجرحني إلا جرحه ياما سرت ليالي وهو شاغل كل خيالي سرت ليالي وهو شاغل كل خيالي والحب والأحلام الحلوة الأحلام خلوا الفراق ما خطرش في بالي وهو فاتني وراح خد أملي وراح خد نور أحلامي خد من أيامي كل الأفراح وراح راح 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 ندم من حرقة ألم من دمعة ندم من حرقة ألم من صرخة جريح من قلب ظلم بعتب على اللي خاف بعتب عليك يا زمان قربتني للجنة وخدتني للحب ولما جيت أتهنى جرحتني في القلب قربتني للجنة وخدتني للحب ولما جيت أتهنى جرحتني في القلب وبدال ما غني للأفراح وأقول ده قلبي خلاص ارتاح وبدال ما غني للأفراح وأقول ده قلبي خلاص ارتاح بصيت لقيتني لوحدي غريب وحدي غريب بقول يا ليه انا كل حبيب خد املي وراح خد قلبي وراح خد نور احلامي خد من أيامي كل الأفراح وراح راح 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 Thank you.
محمد. حضروا الشنط هنسافر. في ايه يا سامي؟ اختي ابي محمد، اختي في خطط. ايه؟ طلعت من البحر عندها صداع ولا وقعت من على الصخره تاني؟ ما تخافش، اختك مع هشام، انا شايفهم سوا. دخلتها في العربيه هيوديها شاليه بعيد عشان يضحك عليها. انا كنت في البلاج دلوقتي وسمعت كل اصحابه هما بيقولوا كده. اختك راحت معاها بخطرها، فهمها ان والدته مستنياهم وعاوزه تشوفها. يمكن ده صحيح. ابدا، بيضحك عليها، ده انسان وحش وكل البلاج عارفه. اعمل معروف يا ابي محمد، ابوس ايدك. اشمعنى جيتني انا؟ لانك بتحبها. كنت بحبها. لا يا ابي محمد، انت لسه بتحبها. لكن هي ما بتحبنيش. وحياد غلاوتك عندي نهت بتحبك، بس هي. انا متاسف يا سامي، انا لازم اسافر دلوقتي. انا كنت اقدر احصلهم لكن مش هقدر اتصرف، وكنت اقدر اقول لبابا لكن ما خلصكش يروح يموت. اعتبر ناهد زي اختك يا ابي. انا لو اعرف ان ابله سميحه هيجرى لها حاجه صغيره اضحي بحياتي عشانها. ده اول ما اشترى الارض اللي حواليه المنطقه دي كلها بتاعتنا. جدي الله يرحمه برضه كان عنده نص اسكندريه، اما انا بقى هخلي اسكندريه دي كلها ملكك انت بالبحر كمان. اجيب لك تشربي ايه؟ خش شوف مامتك الاول. كاس ويسكي. طيب انا ما بشربش. مش معقول. صدقني عشان خاطري. ابدا مش ممكن. في صحتك يا حبيبتي. في صحتك يا حبيبي. فين مامتك وامها؟ خليها نايمه امبارح. مش عايز تصحيها ليه؟ حبيبه قلبي مش هاين عليا اسيبك لحظه. قصدها عشان ايه؟ تاخدي كاس معايا، كاس واحد. ها
لازم اروح. روحي ازاي؟ دي ماما مسافرة بكرة الصبح ومفيش فرصة تتعرفوا ببعض إلا دلوقتي. الوقت متأخر قوي. احنا لسه المغرب. معلش أبقى أشوفها لما ترجع من السفر. ترجع من السفر ازاي؟ دي هتقعد الصيف كله في أوروبا. استنى. لكن أنا ما أقدرش استنى. أخطبني لغاية ما تيجي. أخطبك؟ آه أخطبك قوي قوي قوي. أدي يا ستي خاتم هدية من المرحوم بابا. مؤقتاً طبعاً على بال ما ماما تجيب السوليتير. لا أخطبني من أهلي. أوه لا لا أنا كنت فاكرك مودرن. يعني إيه؟ يعني ممكن نتجوز حتى من غير مأذون. بتقول إيه؟ هو ده المودرن؟ كفاية تقولي لي هشام يا حبيبي أنا وهبت لك نفسي وحبنا شاهد عزيز. لا 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 أرجوك. لا لا أنت لسه خايفة مني. تعالي نقعد ولا نشرب ولا نتكلم ولا حتى نبص لبعض لغاية لما ماما تيجي. حلوة أوي حكاية ماما دي. ما أنتش مصدقاني؟ يعني أنا كذاب؟ أيوة. وإذا ثبت لك العكس؟ اتفضلي اتفضلي خشي في أوضة ماما هتلاقي كل حاجة متوضبة، شنطها وهدومها ومجوهراتها. أنا لولا إني بحبك وبعبدك ما كنتش قبلت على نفسي أبدا تقولي لي كذاب. اتفضلي اتفضلي خشي اتأكدي بنفسك. اتفضلي. الحمام زي خروجي. افتح لساعة وليم عليك الناس. الناس مين يا ماما؟ الشاليه محدوف 15 كيلو بعيد عن العمار. احسن نحب بعض بالذوق. خليها بجميلة. كل الشله عارفه انك هنا. كلهم صبيان وبنات. ما تحاوليش ما تحاوليش كان غيرك اشطر. لازم هو ده. اياكي فاهمة ان الفستان اللي عليك ده يغر ولا فاهماني اسم محمد بتاعي؟ محمد يسوى رقبتك. اياك تجيب سيرته على لساني. امشي اطلعي بره بره. نهت 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 سيبني. عاوز مني ايه؟ انت السبب في كل اللي حصل. ما قدرتيش تعرفي من كل تصرفاتي اني بحبك. بعت والدتك واختك عشان يخطبوني؟ رحت اشتريت الدبل وحطيتهم في جيبك؟ كل الناس بتتجوز كده يا نهت. لا مش كل الناس. مش دلوقتي، الزمن اتغير. كل بنت بتحلم بالشاب اللي يتقدم لها بالحب قبل ما يتقدم لها بالجواز. يملى حياتها وقلبها، يقرب منها عشان تتجرى وتقرب منه، عشان يفهموا بعض اكتر واكتر. لازم تحس ان هو ده الراجل اللي هيحميها. لما فاجئتني النهارده على البلاج كان نفسي تهجم عليه وتموته وتموتني انا كمان، لكن مشيت ولا كأن حاجه حصلت. بموت فيك.